لا شك في أن أي شخص مفتون بعالم الطبيعة تساءل لما لدى بعض الحيوانات أعضاء حواس غريبة الشكل. الفيل ذو الأذنين الهائلتين، هوائيات الفراشة التي تبدو كالريش عن كثب، الأفعى ذات اللسان المتشعب. وماذا عن الأمور الأقل وضوحاً مثل الخلايا الحسية على بشرة التمساح؟ لا شك في أن هذه الميزات ليست للزينة وحسب. في الواقع إن حجم أعضاء الحواس الخاصة بهذه الحيوانات وشكلها وموقعها موجودة لهدف معين، كما أن الحيوانات تعتمد على حواسها للتواصل مع بعضها وإيجاد طريقها والحفاظ على أمنها وإيجاد الطعام، وهو الشيء الأهم. حين ترون مدى روعة بعض الحواس عند الحيوانات مقارنة بحواس الإنسان، قد تتساءلون كيف تمكن الإنسان من البقاء في أعلى السلسلة الغذائية. لن تصدقوا ماذا يمكن أن تفعل الحواس الخارقة لدى الحيوانات. في هذه الحلقة سنستكشف حاسة البصر لدى الحيوانات، وسنرى أنه موضوع أكبر بكثير مما تراه العين المجردة. الخيال البشري محدود حين يتعلق الأمر بحواس الحيوان. يمنح أحياناً لقب عيني النسر للناس ذوي الرؤية الجيدة، ولكن بوسع النسور رؤية الأسماك عن بعد عشرات الأمتار. بحسب العلماء، تطورت حاسة الرؤية الأولى منذ نحو 45 مليون سنة بعد حدث الانقراض. كان غرضها الأصلي واضحاً للغاية، أعضاء تكشف عن الضوء. مع التطور اجتازت حاسة البصر أشواطاً طويلة، وأصبحت الرؤية اليوم بالغة الأهمية. لكنكم لن تصدقوا كيف ترى بعض الحيوانات العالم. كثيراً ما نتكلم عن رؤية الطائر الثاقبة بدون التوقف للتفكير بمعنى الجملة الحقيقي، ولكن الرؤية لدى الطيور كالنسور والصقور والبوم أقوى بدرجات من رؤيتنا. بوسع النسور تحديد موقع الأرانب عن بعد أميال، في حين يمكن للصقور والبواشق مسح الأرض من ارتفاع حوالي 15,000 قدم بحثاً عن القوارض اللذيذة. وكما شوهدت مرة، بوسع هذه الطيور الانقضاض بسرعة 100 ميل في الساعة، وهي لا تزال ترصد أهدافها. ليتناسب الناس مع هذه السرعة وخفة الحركة، عليهم بناء وقيادة الطائرات النفاثة المقاتلة. عين النسر هي إحدى الأمور الأكثر إذهالاً في مملكة الحيوان. فيما تنحدر النسور من الأعلى لمهاجمة فريستها، فإن العضلات في عيونها تضبط باستمرار انحناء قرنتيها وعدستها للحفاظ على تركيز دقيق على الهدف خلال اقترابها منه ومهاجمته. الصقور الأسترالية شائعة في البلاد المفتوحة في أستراليا. إنها تصطاد خلال النهار الحشرات والفئران والطيور الصغيرة. على مثال كل الصقور، للصقور الأسترالية عيون كبيرة نسبياً. تملك الشريط الممدود من مستقبلات الضوء الكثيف ونقرتين دائريتين أيضاً. تقع النقرات الدائرية في تجويف وتعمل كعدسات مقربة تكبر الصورة. يحوم الصقر الأسترالي فوق فريسته من على ارتفاع 50 قدماً، ويكشف عن طعام لا يتعدى حجمه السنتيمترات. إنه بالتأكيد إنجاز رائع يجعل هذا البصر منه صياداً فعالاً جداً. لكن الصقر يملك سلاحاً آخر في ترسانته الحسية، بوسعه رؤية ضوء الأشعة فوق البنفسجية وباتباعها بعد انعكاسها عن الفضلات والمسارات التي تخلفها القوارض يتعقب فريسته. قد تلقي نظرة على البومة وتقول إنها لا تبدو طائراً خطيراً. كن سعيداً بأنك لست دودة. عينا البومة واسعتان، وغالباً ما تشبهان عيني الإنسان. كما تعلمون إن عينيها متجهتان إلى الأمام، ما يمنح البومة رؤية مجسمة تفيدها جداً في معرفة المسافات.
والغريب أن أفضل طريقة للمخلوقات الصغيرة بالبقاء آمنة حول البوم هي في الواقع بالتحرك نحوها وليس بعيدا عنها. تملك البومة نظرا ثاقبا عن بعد. تعرف سلالة البوم التي تملك الرؤية الأدق خلال النهار بالبوم النسر تكريما لمدى حدة نظر النسور. رؤية النسر هي أكثر وضوحاً من رؤيتنا، إنها أشبه بعدسة كاميرا مقربة. تصوروا لو استطعتم رؤية نملة على الرصيف من قمة مبنى عال جداً. إنها طريقة النسر. إحدى الحيوانات أي الطيور على أشكالها المختلفة يجب أن تنتبه دائماً من القطط، أي القطط بكافة الأشكال والأحجام، لأنه من الأسد القوي حتى القطط المنزلية الأكثر هدوءاً معظم الهررة تتمتع برؤية ليلية خارقة. القطط الكبيرة كالنمور والأسود تتمتع بالرؤية الليلية الأقوى التي تمكنها من الاصطياد تحت جنح الظلام. للقطط طبقة عاكسة خلف عيونها تعرف بالبساط، تعزز بصرها في الضوء الخفيف. الأثر الواضح لذلك هو العيون البراقة المتلألئة التي تحدق بكم عند التلويح بالمصباح اليدوي نحو القط. لكن القطط ليست كلها ليلية. الفهود سريعة فتاكة خلال النهار ولا تحتاج إلى الخداع اللازم للرؤية الليلية. الفهد يزدهر في المناطق المفتوحة والسافانا. حين يرصد فريسته يستخدم سرعته الهائلة في المطاردة. بصره الاستثنائي وسرعته يسمحان له بأن يكون حيواناً مفترساً فعالاً. لكن ما الذي يجعل عيني الفهد فائقتي القوة؟ تمتلك الثدييات طبقة في الجزء الخلفي من العين بحيث تستجيب الخلايا الحسية للضوء الوارد. في هذه الطبقة هناك نقطة أكثر كثافة في الخلايا الحسية تسمى النقرة. النقرة الشبكية الممتدة لدى الفهد تمنحه الرؤية الحادة والواسعة وتتيح له مطاردة فرائسه والقيام بالمنعطفات المفاجئة بدقة مثالية. أكبر الظن أن علامات الدموع القاتمة تحت عينيه تعزز الرؤية لديه أيضاً عن طريق خفض وهج الشمس. لا ترقد الفهود بأقصى سرعة لمجرد نزوة، بل تنشر بصرها بحرص لمسح البيئة المحيطة بها بحثاً عن الفريسة. تمنحها فراؤها المميزة والمرقطة ميزة التمويه في العشب العالي والجاف. بسبب سرعتها وخفة حركتها وعينيها الحادتين، فإن الفهود صيادة خطيرة جداً. بالطبع هناك قط كبير يبدو أنه يحكمها كلها، على الأقل بحسب البشر. لن تتربع على عرش ملك الغابة إلا إذا كنت دقيق الحواس. لذا يعلو الأسد على معظم الحيوانات المفترسة الأخرى. بصره عامل مهم، لا سيما حين تغرب الشمس على السافانا. خلال النهار يقال إن بصر الأسد أشبه ببصرنا، أما ليلا فتنقلب المقاييس. يقال إن قدرة الأسود على الرؤية أفضل بثمان مرات من رؤيتنا. يبدو أن الأسود ترى الأشياء في اللونين الأزرق والأخضر، رغم أنها قد تضيع في غرفة سوداء تماما. مثلا ضوء القمر والنجوم ساطع في السهول الإفريقية، وهذا ما يوجهها عادة إلى وجبة منتصف الليل.
ولكن دعونا لا ننسى قريبها القط، وهذا يشمل الهرارة البرية كالقط البري الأسترالي والقطط المنزلية العادية أيضاً. تتحلى القطط بالنشاط الأكبر عند الفجر والغسق. المصطلح المناسب لذلك هو صياد شفقي، إذا سبق لكم أن تساءلتم عن الكلمة المناسبة لوصف نشاطها المحموم عند شروق الشمس أو غروبها، حيث تكون الرؤية الليلية مفيدة في هذه الساعات، وفي عيونها من 6 إلى 8 ملايين خلية حساسة للضوء المنخفض زيادة عما لدى البشر. تتمتع القطط برؤية محيطية أيضاً، فبزاوية عينيها تستطيع اكتشاف فأر يرتجف ويختبئ في الزاوية. شكل عيني القطط البيضاوي والقرنيات الأكبر والبساط تجعل منها متعقبة ليلية طبيعية. لا يبدو أن هذا القط سيترك فريسته تفلت منه، وقد يكون صبره ومثابرته سلاحين أيضاً. والآن سندرس حيواناً يبدو أنه كسر جميع القواعد بوسعه تغيير لون الجلد والنظر باتجاهين مختلفين في الوقت نفسه. هناك نحو 160 نوع حرباء تتوزع عبر العالم في الغابات المطيرة والصحارى من الشرق الأوسط إلى سريلانكا، ونصف هذه الأنواع يعيش في جزيرة مدغشقر. هذه السحالي تختلف اختلافاً كبيراً في الحجم من 15 مليمتراً حتى 68 سنتيمتراً، ولها ألسنة ملتفة تكون عادة ضعف طول الجسم. تتغذى على الحشرات باستخدام لسانها مثل الصواريخ البالستية. تستخدم الحرباء سلاحاً كهذا بدقة، لذا تحتاج إلى بصر متفوق. ترتفع عيناها على أبراج مخروطية تمكنها من التحرك بشكل مستقل عن بعضها. إن الجفون العليا والسفلى مرتبطة بثقب كبير بما يكفي للرؤية من خلاله. هيكل عيني الحرباء يعطيها رؤية 360 درجة. إن عينيها بمثابة عدسة كاميرا مقربة، بوسعها التكبير والتركيز بسرعة فائقة على أهداف تتحرك بسرعات هائلة. حين تلمح فريسة بوسع العينين معاً، التركيز في الاتجاه نفسه، والنتيجة هي مزيج من رؤية مجسمة حادة وعميقة الإدراك. وما خفي علينا أعظم، بوسع الحرباء الرؤية في الضوء العادي والأشعة ما فوق البنفسجية. بعد تعرض الحرباء لضوء الأشعة ما فوق البنفسجية، أصبحت الحيوانات اجتماعية أكثر وأظهرت اهتماماً أكبر في التكاثر. للنحلة المعتادة رؤية في الأشعة ما فوق البنفسجية، ولكن في كافة الحالات إلا نادراً جداً فإن ضوء الأشعة ما فوق البنفسجية أو الأشعة ما فوق البنفسجية غير مرئية للعين البشرية. هذه الموجات تأتي على ترددات مختلفة وتمتد على مقياس من الأطول إلى الأقصر في الطرف الآخر. تترجم أدمغتنا هذه الموجات المختلفة كألوان، ولكن لا يستطيع الإنسان رؤية سوى جزء صغير جداً من هذا المقياس. معظم الضوء في الكون غير مرئي لنا، ولكن العكس صحيح بالنسبة إلى نحل العسل. النحل كحشرات أخرى عديدة ترى من بعد 300 حتى 650 نانومتر. بعبارة بسيطة، لا تستطيع رؤية اللون الأحمر، ولكنها في الطرف الأدنى من الدرجات ترى في الضوء ما فوق البنفسجي بعكس البشر.
وليس مصادفة أن العديد من الزهور لها أنماط ألوان فوق بنفسجية. هذه أنماط غير مرئية للعين البشرية، ولكن عيني النحلة تراها. النحل يعتمد على الرحيق وحبوب اللقاح، أي لا يستطيع إيجاد سوى الزهور. تبدو بعض الأنماط فوق البنفسجية مثل مهابط الطائرات المروحية، وكأنه يجري توجيهها إلى مناطق الهبوط، حيث تعثر على جزء نبتة يحتوي العدد الأكبر من الرحيق وحبوب اللقاح. صحيح أن للنحل حاسة شم حادة، ولكن نظر النحلة الثاقب هو ما يكشف لها عن الزهور عن بعد. كلما هبط النحل عليها التصقت بعض حبوب اللقاح على المخلوق الصغير، ما يعني أنه من المحتمل أن تودعها لاحقاً في زهرة أخرى، وبالتالي تستمر دورة الحياة. يبدو أن رؤية النحل تطورت لتكون في تناغم مع الزهور، ولكن أيضاً تطورت أزهار لجذب النحل الذي تحتاج إليه لنقل حبوب اللقاح من نباتات إلى أخرى. بإيجاز هكذا تتكاثر. فإذا ما زال أحد يتكلم عن الطيور والنحل في هذه الأيام، هكذا بدأت الأمور كلها. الاستقطاب حاسة بصرية فائقة أخرى تنتمي إلى إحدى الكائنات المذهلة التي تستولي على الخيال البشري. والآن لننتقل إلى مكان أكثر قتامة وغموضاً، إنه المحيط وقاعه. بالنسبة إلى الأخطبوط، البصر الاستقطابي أمر بالغ الأهمية، يساعده ويحرضه في البحث عن فريسته، ولكنه أيضاً يمكنه من التواصل مع زملائه. حامل الصباغ والخلايا قزحية الألوان على جلد الأخطبوط يخلق أنماطاً بصرية تنقل الإشارات من أخطبوط إلى آخر موجود في نطاقه. تتغير هذه الأنماط الصبغية بحسب المتغيرات كموسم التزاوج أو شعور الأخطبوط بالقلق. تحدد هذه التغييرات في النمط كيفية تواصل حيوانات الأخطبوط مع بعضها، لكن الرؤية المستقطبة أيضاً ورأسيات الأرجل الأخرى تسمح لها بمعرفة مكان فريستها الشفافة مثل قناديل البحر. الأخطبوط لا فقري، ليس له أي عمود فقري حرفياً، وهو أيضاً رأسي الأرجل، مخلوق بحري على وجه الحصر. تتميز الحيوانات الرأسية الأرجل بتماثل الجسم، ويعني ذلك أنها تبدو متناظرة عن الجانبين، أي كل جانب يشبه الآخر. لديها رأس أساسي والعديد من المخالب الكبيرة الملتصقة بجسدها، وهي ثمانية عند الأخطبوط. المحار والحبار هما أيضاً رأسيا الأرجل، ومثل الأخطبوط يستطيعان تمييز استقطاب الضوء. يعتبر الأخطبوط الأكثر ذكاءً من بين اللافقريات. طورت عين الأخطبوط انغلاف الجلد أو جيباً داخلياً. ومهما كان الأمر، في كل عين لدى الأخطبوط شبكية وقرنية وقزحية وعدسة وجوف مملوء بسائل، وهي قطعة مذهلة من الهندسة التطورية.
والآن لدينا سمكة لا مثيل لها، سمكة رامي السهام. إنها السمكة الموجودة عادة في المياه العذبة، وهي عكس الأسماك الأخرى تماماً، ذلك أنها تجد فريستها التي تعيش خارج الماء. تشكل الحشرات والفراشات والعناكب ومخلوقات صغيرة أخرى فريسة معتادة لسمكة رامي السهام، التي تبحث عادة عن ضحايا تستريح على الفروع أو الأغصان فوق سطح الماء. سمكة رامي السهام الذكية تضع نفسها تحت فريستها بدقة عالية لإصابة الهدف، توقعه عن الغصن ومكان استراحته بقذفة قوية من الماء تطلقها بقوة من فمها. سمكة رامي السهام دقيقة جداً، وعادة ما تصيب الهدف من القذفة الأولى، ثم يسقط المخلوق التعيس في الماء، وتسبح سمكة رامي السهام المنتصرة إلى السطح بما يكفي لتستحق وجبتها مع إحساس الرضا بإكمال الوظيفة. تعمل عيناها على تصحيح انكسار الضوء حين تدخل الماء. إن بنية عينيها الفريدة هي التي تمنحها تصويباً دقيقاً جداً. أشارت بحوث أجريت مؤخراً أن سمكة رامي السهام لديها أجزاء في شبكية العين دقيقة، بحيث تتغير إذا كانت تنظر في الماء أو الجو. الجزء السفلي من شبكة العين ينظر نحو الأعلى، مما يعني أن سمكة رامي السهام تنظر خارج الماء، وحين ينظر الجزء العلوي من شبكة العين إلى الأسفل يعني أنها تنظر تحت سطح الماء. أحد الحيوانات الأغرب على الأرض من حيث الشكل في السماء أو البحر هو الروبيان السرعوف، له النظام البصري الأكثر تعقيداً على هذا الكوكب. فيما يسبح يبدو كيرقة كبيرة. لا تفوت عينا الروبيان أي شيء. لديه عينان مركبتان، تتكون العين المركبة من مئات وآلاف الوحدات البصرية الفردية. الصورة التي يراها أصحاب الأعين المركبة هي مزيج من مدخلات وحدات العين. لجعل الأمور أكثر إثارة، أعين الروبيان السرغوف المركبة على أقسام متنقلة تتحرك بشكل مستقل عن بعضها. يمكنها الكشف عن الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، ويتحقق كل ذلك من دون أي تدخل من دماغها الضئيل. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة من برنامجنا. طريقة رؤية الحيوانات للعالم هي مجرد ترجمة رائعة لثراء وتعقيد الحياة. رأينا الأمور كما تراها عين الطائر، واستخدمنا رؤية الأشعة فوق البنفسجية تحت الماء. كان لدينا الرؤية الليلية فيما نجول في السهول الإفريقية، والتقينا الحرباء التي بوسعها النظر في الاتجاهات كلها في الوقت ذاته، وسنرى في الحلقة القادمة كيف سيأخذنا برنامجنا في رحلة إلى أماكن مثيرة.